السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نبني مدينة، وليكن مثلا المدينة ديت، وهنسميها المهاجرين. دي الموارد اللي موجودة عندك، تمام، و دي نسبة الوتر الموجودة. لو بصينا كده هنلاقي في مدينة فين كانت أفضل. طيب خلينا نختار ديت ونقول له ستارت ونبدأ. اشمعنى الاسم دوت؟ يعني خلينا نفترض كده ونتخيل، ويعني ونصدق النية، إن الواحد لو عنده الإمكانية إن هو يبني مدينة أو يشتري الجزيرة ويستضيف فيها كل المتضررين من الحروب اللي موجودة حاليا، يعمل الموضوع دوت. يعني في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: إنما الدنيا لأربع نفر، في واحد ربنا اداله المال والعلم فسلطه على هلكته بالحق، يعني بدأ يصرف الفلوس دي في الحق وعمل الخير، فده يعني أجره عند ربنا. طيب واحد تاني ربنا اداله العلم وما ادالوش المال، فبيقول لي لو أنا عندي زي فلان ده هعمل أعمال خير زي ما هو عمل، تمام، فهو نيته فهما في الأجر سواء، يعني هياخد أجر الراجل اللي عمل أعمال خير وصرف الفلوس دي كلها. واحد تاني ربنا اداله المال بس مدوش العلم فقعد يصرفه في حاجات تافهة، تمام. واحد رابع بقى ربنا ما اداله العلم ولا المال فعمال يبص للتاني ويقول يا لو أنا عندي فلوس زي دوت أنا كنت شربت بقى سجاير، أنا كنت جبت بقى مخدرات، فهما في الوزر سواء. فاحنا بننوي نية خير، إن الواحد لو ربنا رزقه برزق كويس نصدق النية يعمل أعمال ويستضيف فيها المهاجرين. المهاجرين يعني من هجروا غصب عنهم من ديارهم. وكلمة لاجئ دي كلمة جميلة، يعني كلمة يعني لاجئ، واحد لاجئ ليا عنده ظروف فجأة لاجئ ليا، فهو ضيف أيا كان أفكاره أو جنسيته أو حتى لو يهودي واحد بيستجير بيك انت لازم تجيره، تمام، وتستضيفه وهكذا. يعني حتى في الحرب لو واحد ألقى سلاحه وجيه خلاص، ده من صفات المسلمين اللي هو ايه، ويسرون على انفسهم حتى العدو والأسير يديله من اللي عنده، تمام. طيب يعني كده ان هي كويسة. طيب انا اتكلم عن لعبة دي كتير، فانا مش هتكلم عن لعبة قد ما عايز اتكلم في حاجة تانية. لو انت عايز تبني مباني او ربنا رزقك بفلوس وعايز تبني حاجة كده عمل خيري، خلينا نخلي الطريق دائري كده، تمام. فايه المواصفات بتاعة البيت اللي انت ممكن تحاول تفكر فيها؟ البيوت دي ممكن تبقى عاملة ازاي؟ خلينا نفكر كده مع بعض، تمام. طيب أول حاجة أنت ممكن تفكر فيها إن أنت تشتغل بحكاية البناء التعاوني، يعني تخلي الناس اللي هتسكن هي اللي موجودة، يعني خلينا نقول مثلا مبنى هنا هي اللي تبني، تمام، ما تجيبش ناس تبني، لا، الناس اللي هتسكن هي اللي تبني، فأنت كده وفرت أجر العمالة، تمام. طيب ولو المنطقة دي كان فيها أصلا حروب يبقى لازم تفكر في أكتر من حاجة. أول حاجة أو فيها كوارث أو أول حاجة تعتمد على الطاقة الشمسية، ما تعتمدش إن أنت تحط حاجة بتاخد كهرباء من مكان بعيد. طيب إحنا لما دوسنا هنا بتدور على حتة تكون هنا تلاقي الإنتاجية بتاعت الكهرباء أكتر من هنا أكتر من هنا، فإحنا بندور على المكان الغامق وبعد كده هنوصل بينهم، تمام. طيب أنا واخد فكرة إن أنا أبني حاجة بسيطة وبعد شوية هبدأ أكمل لحد ما أبني المدينة كلها، تمام. كده انا وصلت لهم كهرباء، ناقص المية، تمام. ابدا اقول له انا عايز ووتر تاور مثلا، ممكن احط لهم مثلا الووتر تاور ده قريب منهم بحيث ان انا ما اقدرش ما اقعدش انقل، تمام. طيب الدرينج اهوت هبدا احطه عن النهر وبعد كده ننقله بقى براحتي. طيب أبدأ أمشي لحد ما أقوم،
وبعد كده تيجي تمشي وتدي بعد هنا. المفروض الطلب على المايه هيقل بقى. بعد كده لو انت بتبني مباني حاول تخليها من نفس المادة اللي موجودة هنا، من نفس المواد اللي موجودة في المنطقة، بحيث ان انت متنقلش مكان بعيد. ولما تكون من نفس المكان، يعني لو هي فيها طوب ني خليها بطوب الني، لو في صخور خليها بصخور، هتلاقي الحاجة نظيفة. طيب هبدأ أوصل الكهرباء ديت في المحطة الداخلية تشتغل. فالمحطة تشتغل وتبدأ بقى إيه عملية صرف داتا تشتغل. هي بدأت تشتغل اهي وتلاقي المشاكل كلها اتحلت. طيب انا عندي طلب دلوقتي على المباني دي. طيب تاني حاجة، لو في مشاكل وفي ضرب وكده، حاول تخلي الحوائط حاملة اللي هي اللي تستحمل. تمام، في شفت انا في احد الدول الافريقية كان جاب ازايز المية اللي بتترمي، المية البلاستيك، وجابها ببلاش، وبعد كده ما لها رمل فما اتكلفتش حاجة، وبدأ يرسون كتوب، فأصبح الحائط نفسه مضاد الرصاص. يعني عملنا بيت مضاد للرصاص تكلفته صفر، يعني تكلفته صفر. طيب دلوقتي بقى احنا هنحط بقى ايه بعض الاندستري اريا، خليها تبعد عن السكان، لان طبعا لو انت حطيتها جنب السكان هيبقى فيه مشاكل في الصحية. وتقدر تتابع الموضوع دوت من هنا، تبدأ تشوف مشاكل الترافيك، رضا العمال او الساكنين الموجودين وهكذا. طيب محتاجين نوصل برضو كهربا للأماكن اللي بدأت تشتغل. أي مكان هشتغل هنوصل له كهربا ونوصل له المية. تمام، طيب خلينا نوصل كهربا للناس اللي هنا. طبعا طول ما احنا شغالين نوصل، بس بنحاول ما نوصلش جوه المباني عشان ما نهدش حاجة. تمام، طبعا لو انت عندك طابعة ثلاثية الأبعاد هتفيدك كتير جدا. هتفيدك ازاي بقى في الطابعة ثلاثية الأبعاد؟ إن انت تبني مباني كتيرة بسرعة. هي يعني نعم تكلفتها عالية في الأول، بس هتبني كمية كبيرة جدا من المباني في وقت قليل. يبقى احنا قلنا الناس هتتعاون في موضوع المباني، يبنوا مع بعض، وقلنا الناس كله هيساعد بعضه في موضوع البناء. يعني رجل واحد زي ما حسن فتحي بيقول، استاذنا حسن فتحي بيقول ان رجل واحد ما يقدرش يبني بيت، بس 10 رجاله يقدروا يبنوا 10 بيوت، وهنوفر وهتبقى تكلفه البناء اقل بكتير من لو احنا جبنا شركات متخصصه في البناء والحاجات دي. تمام، زائد ان هم هيتعلموا صنعه. تمام، خلينا برضه نوصل للناس حبايبنا دول، اهالينا، اهل وناسي. طبعا لو في مباني موجودة قبل كده بنبدأ ندرسها، هل هتنفع نكمل عليها ولا لأ؟ لو في بيوت اتدمرت بسبب زلزال، بسبب أي حاجة، بنبدأ ندرس ايه اللي ينفع نكمل عليه واللي ما ينفعش بنهد ونبدأ نشتغل على اللي موجود. تمام، طبعا الناس عمالة تيجي اهوت. تمام، وبالذات في الأماكن دي لأن هي دي في الأول خالص. لو جيت تعمل زوم هتلاقي درجة كبيرة جدا من الدقة. الناس اهمت، والبيوت الستايل بتاعها جميل. طبعا الستايل اللي هو المائل ده لما يكون فيه مطر، في البلاد اللي فيها مطر. الناس بدأت تقول لجيرانها وبدأوا يجوا، والناس هي مبسوطة اهي. تمام، فخلي عندك نية كده، يعني تؤجر بالنية حتى لو لم ترزق، فتؤجر بالنية ان انت ناوي ان كل ما ربنا يديك تدي الاخرين. يبقى ليك مبلغ شهر كده تديه للناس توسع عليهم، كل ما ربنا يوسع عليك توسع عليهم.
وربنا يجيب كل خير. طبعا عندك اي فكرة في موضوع البناء شيرها معايا، شيرها مع الاخرين، ويعني يمكن حد ياخد الفكرة البسيطة بتاعتك دي ويعملها، فهتلاقي اجر كبير يوم القيامة ان انت مثلا فكرت في فكرة حلوة والناس اتفعت بيها فتدعي لك. ليه ما نستخدمش البيم في ان احنا نعمل مباني تكون رخيصة جدا ومبقاش فيها مشاكل؟ مش هيكلفنا حاجة، انا عندي استعداد نشارك مع اي حد عايز ونعمل مباني كده، وخد يا عم الحاجة هي حملها واشتغل عليها ومش عايزين منك حاجة خالص، تمام؟ دي لوجه الله. بس المهم ان احنا يبقى ساعدنا ولو بكلمة يوم القيامة، ربنا يقول لنا عملتوا ايه باللي اتعلمتوه، والله احنا عملنا اللي قدرنا عليه حسب الطاقة بتاعتنا. لو كان في ايدينا ان احنا نعمل شركة كبيرة ونخليها كلها العمل الخير كنا عملناه، فاحنا عملنا اللي نقدر عليه. فخلينا نتشارك في الخير، لو حد عنده اي فكرة يحاول يطبقها او يشيرها مع الناس، ونحاول نتشارك، لان في مشكله كبيره جدا. تمام، احنا بنتكلم في الحاجه اللي احنا نعرفها، كل واحد يتكلم في المجال بتاعه ومحدش يتكلم في حاجه هو لا يعرفها. يعني زي ما الامام ابن حجر العسقلاني في صحيح البخاري كان بيقول: من تكلم في غير فنه اتى بالعجيب. فخلي كل واحد يتكلم في التخصص بتاعه في الشغل بتاعه احسن بكتير من الهري ونتكلم في حاجات احنا ما نفهمش فيها. تمام، هنا في طلب على المباني ديت اهي، تبدا بقى تشوف سكنهم فين. زائد ان انت ممكن تعمل طرق بقى من هنا 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 هنا. تمام، انا سايبها بس الاخر كده، بس ممكن في اي لحظة ابدأ اعمل طريق بقى ايه بالشكل ده من هنا كده. تمام، تحاول بقى تشوف اول ما يقبل معاك تبدأ تقول مثلا بالشكل ده. كل دول بقى تقدر تعمل بيوت شكلها حلو. تمام، في مشكلة في الكهرباء، احنا لما عملنا كده قطعت حاجة من الكهرباء، تعال يعني نشوف ايه اللي حصل ونوصل لهم كهرباء بسرعة. تمام، يعني انت مجرد توصل لمنطقة هيبدأ هو بقى توصل لكله، فهتلاقي كله بقى يقول لك انا خلاص انا ما عنديش مشكلة في الكهرباء، وهكذا. تمام، ربنا يجعلنا سبب في خدمة الآخرين وتخفيف المشاكل اللي بتحصل، ويبعدنا عن ان احنا نكون بسبب الغباء ان احنا نكون سبب في اي ضرر لاي حد.